القوي والبطل هو اللي يقدر يوصل من قطع، خصوصا من صلة الأرحام تكلم، يوصل من قطع جوك خالك عمك ولد خالك قريب يعني أيا كان هذا. تقابلت في محل وأنتم بينكم مشكلة، تعال خيرهما من يبدأ بالسلام. طبعا ولا أقطع السلام واردك. عليكم سلم عليه. طبعا ولا أقطع واردك، أنا طرف بالي انشود عن الأخوة. يمكن هذه اللي خلتني أمشي الممشى هذا بسبب القصيدة هذه، خلتني أمشي ممشى مع الأخوة بشكل مو طبيعي. شلون؟ طبعا كلمات هي اللي بتقول لك زي كذا، أطلع منها بيتين كذا لين باقي دقيقتين. والأخوة بيننا لا ما تروح، باقي طول الزمن يا صاحبي. الأخوة بيننا عطر يفوح، بيننا الأخوة على نهج النبي. من هو يخطي مننا يلقى النصوح، والتعب في صاحبي يعني تعبي. يا صديقي وانت بلسم للجروح، وانت للخوة مثالا يضربي. القيام شمس لها مبدأ وضوح، ارحبي يا ساعة الطيب ارحبي. التكاتف والوفاء برقه يلوح، والمودة تسبي الخافك سبي. سلامتك، صح الله لسانك، صح بدنك جميلة، صح بدنك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.